لأن نقاط مهمة جدا طرحتها. أول شيء النقاط أنه السيد أو التيار الصدري ذهب لتحالف خليجي ربما، لا هو قبل وأيضا يعني نقاط مهمة جدا قبل يعني قال لك رئاسة الوزراء طالبون بها اليوم مو يعني بل سمعت كل شيء. تفضل. قبل النقاط الظاهر أنه الأخ أليكس الله يحفظه، طبعا أنا لما أرد أحترم الشخص وأرد على ما قال، فالاحترام للشخص الرد على ما قال، يعني متنرفزا جدا، وأنني لا أستغرب هنا أن مسيحيا يتنرفز من الصدر بصراحة، يعني والد الصدر كان مع علاقات ممتدة يعني مع المسيح عن الأديان، هو عراقي جيد جيد. أكمل عزيزي أليكس، أكمل أنت، أكمل عيوني، أكمل عزيزي، أكمل على عيني وراسي، على عيني وراسي، أكمل عيني، أعطينا فرصة أخوي، أنت لم تكن محللا، اسمعني عيوني، أنت كنت متمنيا، نعم تكلمت بكلام سردي سمعناه، كنت متمنيا فناقضت نفسك في أكثر من مكان وليس عيبا، فاسمح لي أقول لك لماذا ناقضت نفسك. أولا أنت قلت أن الصدريين يريدوا بترك القصف أو بمنع القصف على الأمريكان وغيره أن يقتربوا من الأجندة الأمريكية، جميل جدا. أنت يا عزيزي الخليجية، الخليجية عيوني، الخليجية أعطيني فرصة عيوني، أعطيني فرصة ولا جبت هالموضوع، الخليجية عيوني أعطينا فرصة، لا 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 عيوني أعطينا فرصة خلي جاوب أستاذ أليكس، عيوني أنت عزيزي أليكس أعطيتك فرصة، أعطيني فرصة، هذا حقي، خليني أتكلم ثم يأتي وقتك وتستطيع أن توثق ما أكتبه وتقول. المهم أردت أن تقول أنهم اقتربوا من الأجندة الخليجية. يا عزيزي الصدر قبل 12 عام لما كان يقاوم وكان المقاوم الوحيد للأمريكان في العراق بل الأكبر بل الأول، كان يرفض ضرب الأمريكان صاروخيا، وموجود هذا في لقاء متلفز فيديوي يقول أنا أخاف على المدنيين لأن إحنا بأشياء بسيطة بعمل شعبي أخاف تسقط على مدني وتأذي. اثنين كان الصدر يمنع ضرب الأمريكان في داخل المدن وقد أفتى بأنه ممنوع ضرب الأمريكان في داخل المدن، هاي اثنين. ثلاثة تقول لنا أن الصدر حضرتك يريد التقرب من الأجندة الخليجية، جيد جدا، لماذا تقول أنت وتوحي إلى أنه يريد أن يحصل على رئاسة الوزراء، جيد جدا، ثم تأتي لتقول أن من يحكم في العراق هو المرجعية، القرار أقصد المرجعية وإيران، فلماذا يذهب الصدر إلى الخليجيين إذا ما كانت إيران هي نافذة؟ يعني فلماذا يقوم يعني بإزعال الإيرانيين؟ بس عيوني أنت هذا كله موجود، هاي اثنين ثلاثة. عيوني أنت، عيوني أنت، بالنسبة لرئاسة الوزراء التي بصراحة يعني أزعجت الكثير وآرقت أفكار الكثير وجعلت الكثير متحمس الانتخابات قابلا بها يركض أو يجري بسرعة نحو مراكز التحديث، بالنسبة لهذا الكلام الذي قاله الصدر لأنصاره أنه أنتم إذا حددتم حتى أروح لانتخابات رئاسة الوزراء، هذا الكلام من هو أكثر في الشارع وقدرة في الشارع هو من يحصل على رئاسة الوزراء. لذلك عزيزي أنت أنا ما قصدك، هناك جهات، هناك محللين، هناك بعض متكلمين، بعض ناقدين، بعض كتاب ما راقلهم، هاي رسم الصورة على الصدري، على الشيعي الصدري خارج عن القانون وتعبان فكريين ولا يجيد حفظ الأشعار ولا يجيد الفهم ولا يقرأ. هذا الصدري تطور خلال 13 عام وصار يطالب بمكانه وهو الأول على دسة القرار في العراق بعد أن عذبتوهم ونكلتوهم، 2007 صولة فرسان، 2003 يتحاربون ويا الأمريكان، 2004 يتحاربون ويا الأمريكان، مجالس المحافظات أقصد كلها إلى حين 2009 أنتم اعتقالات، اضرب على يوتيوب راح تشوف مجزرة السوق الشيوخ كلكم انظروا، شوفوا قتل الصدريين شهداءهم، شوفوا تضحياتهم إلى الآن. الحكومات المتعاقبة بمعية الأمريكا ويعرف الحكومات المتعاقبة بمعية الأمريكا ابتداء من السيد إياد علاوي، احترام إليه موجود السيد إياد علاوي اضربوا على اليوتيوب، ليس انتهاء بالسيد المالكي حينما كان رئيس وزراء صورة فرسان، مرورا بالسيد عبادي على الجسر في مظاهرات المفوضية والآن يعدون مقتدى الصدر يريد أن يركب موج المظاهرات، مرورا بالسيد عادل عبد المهدي حينما قتل شهداء تشرين المجيدة ثلثهم إن لم يكن نصفهم من الصدريين. هو هذا قدر الصدريين عزيزي. خل أقول لك شيء، الزمن الماضي مر أليكس، عيوني أنت، الزمن الماضي مر، الصدريين الآن لن يتوقفوا ويلتفتوا إلى الوراء، الصدريين شعارهم لديهم زعيم يعطيهم تغريدة تنتشر في المجتمع العراقي انتشار النار هشيم، تحترم إيران، تحترم تركيا، تحترم الجواب، تحترم الخليج. نعم تفضل أستاذ أليكس نفهم وجهة نظرك. ربما ما وصل